لما بيجي الغريب وبيهاجمنا العيلة كلها بأكملها بتصير إيد واحدة وبتنسى الخلافات، وانتي محسوبة علي. كني ليش ما حكيتي كلمة أو عملتي شي؟ وقفتي تتفرجي. هي عم بتخرب سمعة ابني وانتي سكتي له وما حكيتي ولا حرف واحد. معقول تسكتي وما تدافع عن سمعة زوجك المتوفي يا ميتري؟ يعني لو حكيتي ودافعتي عن سمعة زوجك وكرامته أنا عن جد كنت سامحتك على كل شي راح. بس انتي سكتتي، سمعتي الحكي الفاضي اللي قالته وضلت امك مقفول. ابني سارانش ما كان زوجك؟ انتي ما بحق لك توقفي قدامي هلا وتحكي ولو حتى حرف واحد. خلص انتي ما عاد تخصينا، لا انا ولا حتى ابني المتوفي، ورح تطلعي من البيت وما عاد رح ترجعي بالمره، فهمتي؟ يلا روحي، يلا روحي. لا روحي. متري اكيد انا رح اجيب لك الدليل على اللي قلت لك اياه، رح اكشف لك حقيقه اللي صار، رح تتاكدي اني ما خسرت صداقتنا يا متري. انت شكيتي فيني وشكيتي بصداقتنا وما عاد عندك ثقه فيني، وبصراحه هذا ضايقني كثير. انت ظلمتيني وصدقتي حكي فاسوندرا، ورح تكتشفي انه كان بدي مصلحتك من الاساس. أعطيني حفيدي. متري أكيد أنا رح أجيب لك الدليل على اللي قلت لك إياه، رح أكشف لك حقيقة اللي صار، رح تتأكدي إني ما خسرت صداقتنا يا متري. أنت شكيتي فيني وشكيتي بصداقتنا، ورح تكتشفي انه كان بدي مصلحتك من الاساس. بابا ممكن توقف شوي؟ ليش يا بنتي؟ دقيقة بس. أنا رحت هذا الخيط مشانك أنت
وهاد لشو؟ لحتى يكون ذكرى بيننا نحن ونانديني وما نخسر بعض أبدا. أنا ما كان بدي يصير هيك يا أشيش، اتضايقت بس كمان ما عاد فيني ضل بهداك البيت. بدي إياك تكون على ثقة إنك وقت تجيب لي دليل يقنعني بكل الحكي اللي عم تقوله رح كون مبسوطة أكتر ما بتتوقع. لازم تقدر تعملها وتثبت لي كلامك. أنا جاي فورا. ابني الكبير ساران اشتركني وراح، بس ابني الصغير ما تخلى عني، وفاسوندرا أخذت حفيدي وحرقت لي قلبي وراحت ما عاد ترجع. لا مرت عمي، رح رجع مرتي وابني بنفس الطريقة اللي راحوا فيها من هون. رفيقي حدد لي موعد مع المفوض من شوي، كل الإثباتات موجودة معي وأنا هلأ رايح أشوفه. رح أقدم بلاغ ضد فاسوندرا راتور فورا. إيه إيه ما بتقصر، اللي عملته رح يكلفها غالي كتير. إيه؟ بدي شاهد عيان كان حاضر معنا وقت كانت هي موجودة هون. صوت واحد مني هلأ يا ابني بخلي العالم كله توقف وراك. قل لي كم واحد بدك ليشوف؟ واحد واحد بس يكون ما بيخاف من فاسوندرا وما نو طماع. خالتي شيمتي فيتك مو هيك؟ احكي معي يلا. طبعا هلا بحكي معها، ما بتخاف ابدا هي. ليش لحتى احكي معها؟ منروح على بيتها ومناخدها بطريقنا يلا. لا مرت عمي انت خليكي هلا. لا لا رح يكون في اسئله واجوبه، واذا عصبتي يا مرت عمي بتخربيها والفيديو تبعك معهم. انا ما بقدر خاطر بابا. لا لا انا لازم اروح معه. مرت اخي مرت اخي لا اشيش معه حق، انت خليكي هون لا تروحي معه. فاسوندرا راتور انت عملتي اللي بدك اياه، هلا اجى دور اشيش ديواري. رجعت نانديني على البيت. عمتي عملتي شغله ما حدا عملها، اعطيتيهم درس ما رح ينسوا كل حياتهم واللي صار مانو قليل. عمتي اقوى محاميه بالبلد، الشيء اللي عملتيه ما بيتكرر، احلى عمه بالدنيا كلها. خلص عمتي. عجبك حكي بابا؟ المؤشرات الحيوية طبيعية، وإذا كانت الأجواء منيحة وكل شيء تمام بالبيت هي رح تصحى وتستعيد وعيها.